نزحنا من رفح وكمان اجينا على مواصل مينا، اقسم بالله يعني بنعاني من الميه، من ميه البحر بحمم اولادي، مش ملاقيه اشي. هينا بنعمل على النار حتى الاولاد بلملموا متلملم من الشوارع. الحمد لله على كل حال، ابن هذا الصغير مش ملاحقه عليه، معاناه صدره ازمه، بروح مستشفى ناصر وعلى مستشفى الاقصى مش ملاحقه عليه علاجات، حتى الان الحمد لله رب العالمين بنبض ادوات التنظيف مش ملاقي اغسل لهم، اقسم بالله يعني ميه حالة صعبة جدا، وناس دي العالم يعني اللي تطلعنا، والحمد لله الله يفرجها علينا. هاي حالاتنا احنا، مناش بمية اقسم بالله، تو بمية بحر هذا انجلى، مية بحر وفيش للتحلية، من ناحية مية ما فيش. احنا يعني حياة صعبة جدا، وناشد يعني ناشدكم. طب ايش المي، ايش يعني المية الحلوة، ايش كيف بتشربوا؟ ولا يعني استحمامه الجلي من مية البحر، طب كيف بتشربوا يا فارس؟ بنشرب من التحلية يعني بعيدة جدا، ماشي منروح أنا وجوزي من دبها وميجي، يعني بمعاناة، بكل معاناة أقسم بالله، بمية بمعاناة لما بنشرب نحصل عليها. لما بيجي ابن الحلال ببعت ابني بالكارة، ببعت ابني قزازة وبدبها، قزازة بدبها، القلن هذا الصغير الشاب بدب لي إياه من الكارة وبدبها لها الولد. أواعي شوف الملابس شتوه، بقعد يعيط يا ماما، اقول لهم شاوب شوف الحراره اللي في الطفل اللي ابني، فيش هاي طفل اطفال يعني معاناه حب وحراره مش قادرين، يعني بنغسل فواعي الملابس البحر. اما قديش عندك اطفال؟ ستة، انا اربعة انفار، ثلاث اولاد. كلكم في هاي الخيمه؟ خيمه، هاي حياتنا، هاي حياتنا احنا. بس نطلع يعني جوله في خيمتك؟ تعال، اهلا وسهلا. نار، بطلع ابني جاي يقعد هنا في اللعب من الشمس والحراره. هذه الخيمة اللي انت فيها، هاي ست انفار فيها. بس شوية بما بتقاتل انا وجوزي. ربنا يفرجها عليكم. فيش نتفة منفس، فيش، بقول لجوزي اعمل لي اياهم مربع، مش قادر احصل على شادر، فيش شوادر كمان، شايفه بالاحرامات المسطرين حالنا الحمد لله، نطفي طاقة شمس شباك افتحها الي مش قادره، مش موفر النا شوادر كمان، اي احرامات مسدينا، اخذت الاحرامات اولادي اللي كنت اغطي فيهم وبقيت بدون اشي بناموا. صح الله.